السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو النهارده ريفيو عن منتج حلو قوي بقى جربته بمناسبه ان كمان عيد الام خلاص على الابواب، وطبعا الام المصريه ما بيعجبهاش اي حاجه، ومش اي حاجه هتجيبها لها هتعجبها. فانا طالعه اقول لكم بقى على منتج حلو قوي جربته. طبعا كلكم عارفين ان انا عندي مشكله جامده قوي في بشرتي، مسام واثار حبوب وكده، فطبعا عشان اعالجها هاخد وقت طويل جدا عشان تتعالج، فموضوع كبير قوي. فكنت سامعه عن منتج حلو قوي، فقلت هجيبه بقى واجربه واشوف. يمكن كمان لما بحط فاونديشن المسام دي بتبقى مفتوحه، بيبقى الفاونديشن جواها وبيبقى شكلي بتنجان قوي. حتى كمان البرايمر مش بيسد المسام برضو بالحاجه الكافيه ان هي ان الفاونديشن ما يبانش ان هو جوه المسام. فسمعت عن منتج، ناس كتير كمان حواليا جربوه قالوا لي عليه، فقلت اجيبه بقى وكده. ده كريم اسمه اجلس من شركة اسمها بيوتانا، دي الوكيل المعتمد الحصري للكريم ده. انا جبت الاثنين دول ب235، هما صغيرين بس جبارين جدا. انا طلبتهم، الناس محترمة جدا جدا وذوق جدا، هما جولي شحن مجانا لكل المحافظات. انا خلصت دي وعجبتني، انا حاطة منه دلوقتي. طبعا تقدروا تشوفوا ان بشرتي ما فيهاش اي حاجة باينة، وحاطة الفاونديشن عادي جدا فوقه. كمان عشان تستخدميه لازم يبقى المنتج اللي انت حطاه يبقى فري اويل، ما يبقاش فاونديشن فيه زيت. انا كمان لسه دي مقفولة، وطلبت اوردر كمان، هم عاملين عرض حلو قوي بالنسبة عيد الام. دول زي ما قلت لكم 235. العلبة دي هفتحها لكم كمان تشوفوها، انا لسه ما فتحتهاش وقلت هفتحها وانتوا معايا. مش راضية تتفتح ليه؟ بصوا، المنتج ده منتج امريكي الصنع، مصرح به من وزارة الصحة، في باركود وامريكي ومكتوب عليه كل حاجة تخصه. جوه بقى العلبة شكلها كيوت. بصوا يا جواها 25 امبول من دول، هوريها لكم. هي فيها تعليمات الاستخدام وكل حاجة، هقول لكم برضو المناطق اللي بيستخدم فيها وبيستخدم ازاي. فيها 25 امبول يشهيصوني بقى، يعني افضل احط منهم لحد ما كده. ده بديل حلو قوي للبوتوكس والفيلر، اللي هم اصلا كده كده غاليين، يعني عشان تعملي بوتوكس او فيلر اقل واجب بيبدا من 5000 وانت طالعه. بيعمل ايه بقى الكريم غير ان هو بيسد المسام؟ هو بيعالج التجاعيد وانتفاخات حوالين العين، بس مش بيعالج الهالات السوداء، الانتفاخات وبس. بيعالج التجاعيد والتجاعيد اللي هنا وتحت الحاجب، وهحط لكم صوره فوق تشوفوا الاماكن اللي هو هو مش معالج، هو بس مؤقت يعني حاجه مؤقته انك انت تستخدميها. هي من يعني بتفضل الايفكت بتاعها من 8 ل 9 ساعات تقريبا، لكن هو مش علاجي عشان ابقى صريحه معاكم. لا مش علاجي، هو بس بيداري المشكله دي. لو عندك بقى فرح، عندك مناسبه، عندك مش عارفه ايه، بيداري الموضوع ده. هو حاجه مؤقته بس. مش كمان المنتج طبيعي 100%، ملوش اي اثار جانبيه ولا في اي مواد كيميائيه، يعني تبقي مطمنه وانت بتحطيه على بشرتك. العلبه دي زي ما قلت لكم جواها 25 امبول، هي ب 1550، ده عرض عشان عيد الام. هتبقى موفره جدا جدا معاكي، يعني لو حسبتيها هتلاقي انك انت الكميه اللي بتحطيها من الكريم دي تقريبا في الخروجه ب 20 جنيه، فيا بلاش يعني. زي ما قلت لكم كمان هاكد عليكم ان المنتج امريكي الصنع، عليه باركود. هو حلو جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه، يا ريت تشتروا العرض ده قبل عيد الام، لان بجد ما يتفوتش. واتمنى ان الريفيو يكون عجبكم. الناس اللي هتجربوا هتجيبوا، يا ريت تبقى تكتب لي في الكومنتات رايها فيه. بس باي.